السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عين الدفلة، حيث أنه تم يعني الانتهاء من أشغال مركز جامعي فيه جامعة وكذلك مناطق لإيواء الطلبة وعدة منشآت يعني اللي تحتاج لها كمطاعم ومنطقة تجارية. إذن هذا المركز التجاري الجديد سوف يتم افتتاحه في السنة المقبلة أو جزء منه، وهو يتسع ل 8000 طالب. وكذلك للعلم أن هذا المركز الجامعي ان كومبوس كما نسمى ان كومبوس يتربع على مساحة 12 هكتار ويقع في دائرة 5 مليانة. إذن هنيئا لشباب 5 مليانة وللولاية بصفة عامة. السلام عليكم.